سليمة. اهلا وسهلا. صافا؟ والله الحمد لله. شنو حوايج؟ الحمد لله ترانكيل. تو فا بيان، باهي فاكونس على التحفونه. كونس في تونس؟ في تونس. علاش انت وين تعيش؟ عايش في الرياض. في الرياض، في السعوديه. نتشرفوا، احكي لي شنو الجو غادي؟ والله تطورت ياسر السعوديه، معناها تطورت برشا. يقولوا غادي انت اختي المراه تسوق ونسي تخرج في جديد، يسوق وتوا وكل شيء، يلبسوا شعوره تاريه، يتحركوا ترونكيل، معناها ما عادش كيما سعوديته كل الجدد القدم، معناها اللي يجيو المتغربين اللي يعيشوا غادي، الناس كل توا فرياسه، توا الرياض معناها ولات بلاصه تنجم تعيش فيها وما تتقلقش، معناها ما كتضغط ولا واحد، يعني ماخذين عليها فكره قديمه برشا. اعطينا انت الفكره الجديده اللي ولات في الرياض. في الرياض توا كل شيء حرية التنقل، ولات عملوا برشا مواد ترانسبور جدد، عملوا تران رابيد على الاخر يطير في الهواء بالحق، يعني حاجة إنه في دبي مزيانة كيما في دبي صحيح، في قطر معناها، وكياسات متخمين برشا ونضاف ياسر، وقاعدين يخدموا معناها في بلادهم، يصرفوا عليها بالكدا بالكدا، معناها في جديد هذا، فهمت؟ وهذا هو اللي تلاحظ زاد، فما لي مول، المجمعات، معناها بلايص كلي تنجم تحوس فيهم، تفرهد فيهم، تدور فيهم، ما عادش كيما قبل لك اللي المراه ما تخرجش، الراجل ما يخرجش، يلزم صديق، يلزم كذا، ليه توا اوبن معناها شويه ولات الرياض، فهمت؟ ماشيه في طريق باهي، معناها يعني تخلي العبيد تتجه للسعوديه كموطن شغل وكاستقرار زاد، خاطر قبل كنا نعرفوا يمشي يعمل 5 سنين غاديكا ويلم شويه تفتفه ويروح، يقول لك العيشه صعيبه في غادي. أنا حاسس ما نشوف توا الناس ولات تحب تستقر في السعودية، معناها وعجبتهم الكولتور، قاعدين يقدموا ببلادهم برشا، ما عادش كلي تغزل السعودية كهو فلوسك هاو، توا ولات تنجم تعرس زمرتك غادي تستقر، تخدم على روحك وتكون بوكوا با، تعمل حاجة في تونس وأنت أون ميم تون معناها تقعد تعيش غادي، ما فماش مشكلة معناها، فهمت؟ يقولوا صحيح تخلص برشا، أما أون ميم تون غاديك العيشة غالية برشا، باش تصرف برشا، معناها الفلوس اللي باش تاخذهم تقعد فيهم، يعني تقعد في البلاد هذيك، ما تنجمش مثلا توفر وتروح بها لتونس باش تعمل مشاريع اخرى. انا نجم نقول لك انه هي الحياه كلها طبقات، معناها مش كيما واحد ياخذ في 1000 ريال، كيما واحد ياخذ في 5000 ريال، كيما واحد ياخذ في 10000 ريال، كيما واحد ياخذ في 50000 ريال، كيما واحد ياخذ في 100000 ريال، فهمت؟ كلنا باش ناكلوا نفس الماكله، ومعناها هذاك كل واحد سلون الريفينيو اللي عنده، هو باش ينجم يخبي ولا نجمش يخبي، معناها ما تنجمش تقيم الناس كل كيف كيف، فهمت؟ فما عباد ياخذ في 20 مليون 30 مليون اوتوماتيكمون ينجم يخبي، معناها كيما فما واحد مسكين يبدا ياخذ 2000 3000 ريال ما ينجمش يخبي برشا، اما كوميم خير من تونس، اوكي نجم يخبي مليون مليون ونص مثلا في الشهر اللي ياخذ 3000 ريال مثلا، فهمت؟ وينجم يعيش زاد، معناها 1000 ريال نتوقع انا 2000 ريال يعيشوه غاديك ماكله وشراب، خاطر السكنه بلاش، ترونسبور بلاش، ياكل بلاش، فهمت؟ ما نشوفش انه معناها كيبدا واحد يخدم بالسميق نتاعهم انه ما ينجمش يوفر، معناها صعيب ياسر انه يكون ما ينجمش يوفر، نتوقع انه اي واحد نجم يوفر غادي، والعيشه ماشي غاليه برشا. في تونس بالسميق نتاعنا ما تنجمش تعيش اصلا. صحيح، ما انا خدمت بالنوامر الكل في تونس، خدمت برشا خدم وكل شيء، ما وفرتش. ما وفرتش ما نكذبش عليك، اللي يجيبوا نهار يزيد. بالنورمال، خدمت بالغالي، خدمت بالرخيص. بالاسوام الكل ما وفرت شيء في تونس، غاديك على الاقل تنجم توفر. هذا اللي نجم نقوله لك، نشجع العباد باش يمشيوا للسعوديه. فوالا دور لي هكا شويه، معناها انت تشجع العباد باش يمشيوا ويعيشوا لبرا، خاصه نحكيوا معناها دول الخليج، انت توا تشجعهم وتقول لهم اللي هي معناها قبله باش يمشيوا ويخدموا ويكونوا سورتو. انا نشجع اي واحد انه يخدم على روحه بالحلال ويوفقوا ربي ان شاء الله، وكان هو ناوي على الغربه يتغرب بوكوا با، المفيد كيمشي غاديك يحط اوبجيكتيف في راسه ويخدم على روحه ويثني الركبه ويخمم في عائلته واصحابه كذا، ويرجع يرجع راجل ما يرجعش كيما مشى كيما رجع، فهمت؟ واضح. نحكيو اليوم على معاملات الخليجيين الى التونسيين، نظرتهم للتوانسه. والله كيما تقول مماتي، وين تحط نفسك تسيبها، معناها فهمت؟ تخدم على روحك، تقعد عاقل، امورك طيبه، ما فما حتى باش يقلقك، واضح؟ واني قلت لك الدنيا متطوره غاديك بالتكنولوجيا، تليفونك تقضي كل شيء، يعني حتى ما يتعدى عليك، شريطك توصل لك، امورك طيبه، تخدم على روحك. ما عندهمش نظره خايبه للتوانسه. لا ظلم لا عنصريه لا شيء، انا اتوقع انه الناس كل تنجم تخدم على رواحها، بس هي تنضبط وتقعد عاقله وخدمه دار خدمه.
شنو الحاجة اللي في السعودية أنت ترضي إنك تعمل؟ الموجود في تونس كل الموجود في تونس كل لي الشراب لي أنواع المخدرات كل لي بتباع البنات لي تخدم على روحك تروح شنو البنات لي؟ شدوك يوكر دعارة ما لطف عليك معنا فما غادي وكر دعارة فما ما يشدوكش تجد تعمل كل شيء في الحياة هذا المفيد ما يشدك حد كار؟ هو معنى يعمل لك وكر دعارة ويشدك فيه مش هو عامل مش كون عامل ما اوكي كيفاش ما لا كيفاش شنو اللي كيفاش وكر دعارة بريبي نجمش انت تمشي مثلا بحذا تكون عصابة وتقعد في دار وكذا ما شدكش الحاكم لبس عليك وشدك الحاكم معنى زمر عليك ايش حاب يفسر لك هو هذا اللي نقوله اما في تونس كل شيء اوبن معناها الطفله تعمل اللي تحب الوليد يعمل اللي يحب بواتيت بارتو دي ريستورون كل شيء معناها محلول غادي ليه ما فماش كل شيء سونز الكول كل شيء فما كل شيء ما سونز الكول ما فماش شيخه بالضبط مالاش فما غادي فما الانضباط اعطينا الحاجات الايجابيه انك تعيش غادي في السعوديه سالير حاجه معناها باهيه تشجع انه واحد يتغرب يعطيك قيمتك وقدرك حتى كجنسيه تونسيه معناها غاديك يقول لك والنعم معناها يحترمك على الاخر ويعطيك قدرك واكثر من قدرك بجنسيتك برك تونسيه فهمت شنو اخر حاجه باهيه تلقى تعيش هالحريه معناها تحس روحك انسان فهمت كهو هذا نشوف والخايب اللي قلت لك عليه الضغط كذا وغربه واحد هذا راجل اللي نجم مثلا يعيش هك ترى حاجات الايجابيه للبنات غادي للبنات البنات التوانسه اللي باش تمشي تخدم غادي للبنات التوانسه اللي باش يخدموا غادي ساعانا تشجعهم على الاخر باش يخدموا غادي خاطر غادي يحترموا ياسر المراه ما توقعش معناها انه باش يصير فيك تحرش ولا حاجه ولا باش يخوفوك كما يقولوا لك لهنا تمشي تخدم على روحك تكون على روحك تنجم تعيش غادي تنجم ترجع لهنا تعيش فهمت سالير باهي غاديك بالنسبه للبنات فما دا بوكو دي زوبورتينيتي معناها تنجم تتحسن في حياتك وكذا كهو وسالير ديما خير غاديكا معناها ديما سالير خير ودي كونيسونس جدد وتتطور معناها فهمت شنو تنصح توا ولاد بلادك ككل؟ ولاد بلادي ككل يعيشوا على قد جرمهم قداش عنده دينار يحب يصرف مليار وكهو يخدم على روحه وربي يعاونهم الكل وربي ان شاء الله يسهل لهم في كل ما هو خير وكل ما هو حاجه باهيه لهم وينورونا بالله في البلدان اللي عايشين فيها الحمد لله يعني. الحمد لله يا ربي منورينا وانا حسب ما شفت نسمع كان والنعم والنعم كيسمع اللي هو تونس بالطبيعة فما أقلية اللي هي تولف زعما مش الناس كل كيف كيف وكذا الأكثرية حاجة باهية برشا عايشين البرة توانسة متاعنا مشرفينا يخدموا على رواحهم سختوه في السعودية نعرفوا في مجال الطب ياسر يخرجوا من هنا الطب التدريس الدكتوراه فما برشا عباد معناها منورين مشرفين مش حتى منورين عباد نضاف ياسر وعباد محترمين ياسر كي تقعد معاه تستنفع ديما معناها واضح يعطيك الصحه ميرسي عايشك انك تحب شي توجه تحيه ولا حاجه تفضل نسلم على اصحابي كل في الزهره محمد لنف وكاو جماعه الرياضي كله مرحبا بكم عايشك ميرسي بوكو.